Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave them, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave them, baby, let me down slowly. نروح ولا حاجة، بس هو وحشني وانا كمان يا ايمي، بس احنا فعلا ملحقناش يعني. امال هتقولي ايه بعد كده؟ يعني ده لسه هيقعد 6 شهور، وكمان قالك ممكن يطول لان هو مش يومه هيرجع يعني، وبعدين ده شغل يعني، هيرجع ان شاء الله. طيب تمام، وخدت بالي منكم لغاية اما روحت وقعدت. خلاص بقى، السلام عليكم. انا نازل. ايه ده؟ ايه انت هتنزل على طول كده؟ ايوه، رايحه اقف مع صحابي مستنيني يا ماما من بدري. قلت لهم لحظه هوصل بابا للمطار واجي على طول. قعدوا يقولوا لي لا ومش لا. خلاص يا ماما وصلت، بقى انا نازل. انزل يا عمر، ده انت حيوان قوي يعني. حيوان عشان عايز انزل مع صحابي؟ طب مش نازل، ما تنزلش والله. طب نازل بقى. فعلا فعلا محمد ساب راجل معانا فعلا يعني. انا مش عارفه مين اللي هيبقى الراجل، انا ولا هو. يا ماما تقليش، انا معاكي وانا كمان حبايبي. خليكوا ليا يا رب يا رب. بعد شهور دكتور زيي، المفروض تبقوا فرحانين وفخورين جدا 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 ان ابنكم طلع دكتور، وتبقوا حريصين جدا عليه وعلى مشاعره، وتجيبوا له اللي هو عايزه. ده طلع دكتور، انتوا فاهمين يعني ايه طلع دكتور؟ يعني تساعدوه وتشجعوه وتديله كل الدعم لانه هيبقى دكتور. ابنكم واقف قدامكم داخل كلية طب بالمجموع اللي هو جايبه. ها، الف مبروك. الله يبارك فيك يا اجمل ام، مش زي بابا اللي قاعد مقموص. مبروك، هتعالجنا بقى؟ ما هو للاسف مش بعالج حمير. نعم، قصدي يعني بهزر بهزر والله بهزر بهزر معاكي بهزر يا حيوان. ما تكلمنيش، بهزر خلاص. طيب ماشي، انت قليل ادب والله. بهزر، وبعدين ايه ده؟ بس كان زمانك دلوقتي طيار. انا مش عايزه ابقى طيار. طيار؟ لا، طيار وكل يوم في دوله شكل، وكل يوم تطير وايه وكده. طيار دكتور، طيار دكتور احلى. دكتور ليه قيمه كده، تحس ان دكتور ماشي، وطيار برضو ليه قيمه، وهما كل شغلانتين حلوين. ايوه يا ماما، بس دكتور ولا انت ايه رايك يعني؟ ما انا بقول لك رايي ان الاثنين حلوين، كل واحد وليه حاجه يعني. فانت حلمك ان انت تبقى دكتور، خلاص مش مستاهله يعني، مش لازم نصمم على راي ابوك يعني. اه طبعا، ما هو ابنك دفعيله يا اختي دفعيله. على العموم برضو انا كان نفسي تبقى طيار. لا يا بابا، دكتور، طيار دكتور احلى يعني، دكتور احلى يا بابا. وانا نفسي ابقى دكتور طول عمري اصلا، من ساعه وانا طفل كان نفسي ابقى دكتور. وخلاص الحمد لله داخل كليه الطب بالاجمل مجموع. يا ماما ابنك مشرفك، نور عيني يا حبيبي. طبعا كان زمانه نور عيني، انا بقى نور عينها هي. على فكره يعني حتى لو كان طيار هيبقى نور عيني. اه ما هي فرحانه في كل الاحوال، انما ازاي يفرح ابوه؟ لا، ابوه ده من الشارع، واحد من الشارع كده، ما ينفعش يفرح يا بابا والله. لا بس انا عايزه ابقى دكتور. ماشي، تمشي كلام ابوك برضو. انت عايز تبقى دكتور، وابوك عايز يبقى عايزك تبقى طيار، يبقى خلاص تبقى طيار، مش تروح تمشي كلامك وتزعل ابوك. ليه يا بابا؟ انا ما زعلتكش، انا عايزه ابقى دوك يا بابا. خلاص خلاص كده كده اللي حصل حصل خلاص، وانا ما دخلتش الثانويه الجويه ولا الكلام ده خالص. انا خلاص هبقى داخل كليه طب. اه ورينا بقى اللي داخل كليه الطب ده ازاي هيستحمل التشريح وكل اللي هيشوفه في الكليه دوت. ورينا هيستحمل ازاي. هيستحمل؟ ما كنتش دخلتها لو انا ما بستحملش. طب يا اخويا احنا اهو الايام اهو، وهنشوف اذا كنت هتقدر تبقى دكتور. ماشي يا بابا، هتشوف هتشوف. عمال تحبط فيه كده ليه؟ مش بحبط، بس انا كنت عايزه طيار.
ولو هو اللي حاسس ان هو يبقى دكتور خلاص. انا اصلا انت شايفاه دكتور يعني، ده لسه هيدخل كليه الطب. طيب قول لنفسك ماما يمكن يدخل اي كليه تانية ما عدا كليه الطب في الاخر بسبب نقك دوت، هتجيب له احباط ولا احباط ولا نيله، ده مصر يبقى دكتور. اما نروح نقعد مع دكتورنا حبيبتي. قلت له ايمي تكون نجحت في الثانويه العامه، عشان هي لو نجحت هتدخل كليه الطب اللي هي عايزاها. ايه اصلا المشكله ان هي مش هتقدر تكمل في الطب عشان ايمي رقيقه قال ايه مش بتحب الدم والحاجات دي. عارفه يا انجي والله عارفه عارفه، بس هي خلاص نفسها تدخل كليه الطب، خلاص خليها تدخل كليه الطب، يمكن لما تدخل الكليه وكده ويعجبها يعني وتغير رايها اكيد يعني، وبعدين اكيد الشغل هيبقى غير حياتها الواقعيه اكيد. يمكن علم ماما وبابا هيجي امتى، مش عارفه كل يوم تساليني كده. بس الصراحه يعني الصراحه إيه وحشني. نعم ايوه وحشني. انت حد بيوحشك يا انجي؟ ايوه ما فيش انسان قلبه من حجر يعني. يا ماما يا انجي خلاص انا اللي خلاص بقى، نستنى دلوقتي ايمي لغايه ما تيجي ونشوف عملت ايه في النتيجه بتاعتها. ربنا يستر والله، انا عوي عليها دي قاعده تذاكر كتير. ربنا يستر بقى. خلاص هتفضلي تتكلمي عليها، تتكلم على حاجه تانية. حاضر يا انجي. عايزه نتكلم عن ايه؟ الاكل النهارده ايه؟ ايه ده مش عارفه. اوف لو ايمي نجحت خلاص داخله جوه. طفش 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 حرام. بابا مصر يخلينا اسافر امريكا، عايزني اروح له عشان اكمل دراستي هناك، وانا مش عايز. حد قالك تدخل دراسه فيها 500 سنه دراسه؟ انت مالك انت؟ اوف نروح نرد ماما. يا ماما نعم بابا عايزني اسافر 100%. روحي شوفي لي حل بقى. ماما ايمي يا لهوي اتسحب عليا. يا بقى يا الواحد يطق يعني ولا يلتم ولا يعمل ايه؟ ايه مالك؟ الحمد لله نجحت وهقدر ادخل كليه الطب. مبروك يا حبيبتي مبروك. يا الله طب وانا قاعد ترتور يعني؟ اسكت استنى. متعرفيش تصغرتي يا ماما. خلاص مش مهم، المهم الفرحانه قوي. وانا كمان يا ايمي كان نفسي بابا يبقى معايا شافني وهو وانا باخد الشهاده. ما هو هيجي هيجي قرب يجي. خلاص قرب ان هو قال، هو قال ان هو قرب يجي. ما هو عمال يقول كده بقاله كتير، كل شويه يقول ان هو قرب يجي وما بيجيش، كل شويه يقول كده. ما انت عارفه الظروف في الشغل وكده، وكل شويه الشغل يقعدوه اكتر. طب اعمل ايه؟ انا هو وحشني وحشنا كلنا على فكره يعني. يوه بكر بقى تكلميني. نعم كنت عايزه ايه؟ انا بقول لك ان بابا عايزني اسافر له واروح اكمل دراستي هناك عشان هو عايزني هناك عنده وعايزني في امريكا. طب روح له ايه المشكله؟ لا انا مش عايز. ايه اللي مش عايز؟ يا ريتني كان طلبني انا. انت محظوظ قوي على فكره. بس انت مش فاهمك انت الايه. عايزني اسافر؟ انا مش عايز اسافر، اسيب صحابي وصحباتي، قصدي يعني صحابي وصحابي وكل صحابي اللي هنا واروح لهناك. ايه يا عم انا ما تروح لابوك عادي، انت عايزك عشان تبقى معاه. هو اصلا انا بدرس حاجه وهو بيشتغل حاجه، ابقى معاه ازاي يا ماما؟ طيب يا عمر انت عايز ايه؟ مش عايز اسافر. مش عايز اسافر ليه؟ كان حلمي زمان اسافر امريكا، بس خلاص بقى زمان قوي قوي قوي، زمان من 300 سنه. 300 سنه ايه يا عمر؟ انت بتستعبط ولا بتستعبط؟ ولا ده ولا ده؟ كل حاجه ما تضايقش باباك بقى. انت اصلا من امتى وانت ما بتضايقوش؟ انت كل حاجه بتعملها بتضايقه. خلاص يا عمر يلا عشان تسافر يعني. انا مش هوحشك، هتوحشني، بس ما دام باباك عايزك يبقى لازم تسمع كلام باباك، ولان باباك عايزك يعني مفيش حد ما بيسمعش كلام باباه. حاضر يا ماما. شطور استغفر الله. انا ليه بتمرمط؟ انا ليه ليه ليه؟ ايه اللي حصل؟ ماما ماما عايزاني اسافر. طيب تستاهل اصلا، هنرتاح منك لو سافرت. انت عايزه ايه؟ عايزه كمبيوتر. لا اوعي شويه. اوف مقرف. لك انت بقى ايه رايك نخرج وناخد عمر وانجي كمان وكلنا نروح نادي بالمناسبه دي؟ طيب ماشي خلاص نروح النادي. يلا تعالي نخرج يا بنتي. يلا استني نروح نشوف انجي وعمر ونلبسهم. بعد ساعات عمر فجأة كده فجأة النادي بقى جميل جدا، وهتيجي معانا النادي عادي صح؟ ما يعني ما انجي قالت ان ممكن يكون في بنات هنا. يا قليل ادب واكذب يعني. لم نفسك بقى، لم نفسك بدل ما اقول ابوك. خلاص مسافر له وهتهبب هناك. شاطر. يلا يلا ندخل نقعد جوه. يا علي انت حمار، مش مشكلتي ان انت حمار. ايه علاقه الفراوله بالفانيليا بالولاد والبنات يعني؟ هو عشان انا ولد ما ينفعش احب الايس كريم بالفراوله؟ ايوه طبعا اللي طبعا ما فيش كلام ده. بس كلهم انتوا ساكتين بقى، بطلوا خناق. ده انا تعبت منكم وعمالين تتخانقوا من ساعه ما جينا وانتوا بتتخانقوا على ايس كريم الفراوله والفانيليا. كل واحد ياكل اللي هو عايزه خلاص. ايه ده؟
مش عارفه صراحه. احنا كلت الفراوله وسكت على جنب وهم عمالين يتخانقوا ان الولد لازم ياخد الفراوله والتاني يقول له لا الولد عينه دوشه. انا دوشه؟ ايوه انتوا الاثنين دوشه. على فكره هو اللي بدا الموضوع، انت اللي بدات، انت انت خلاص. وبعدين يا محمد ده منظر دكتور؟ نعم ايوه الدكتور المفروض ما يتخانقش ولا ايه؟ لا بيتخانق على فكره بقى. سيبوني بقى في حالي. ايه ده كأنكم نسيتوا ان انا محمد مثلا، كلكم الدكتور الدكتور في ايه ده انتوا ايه ده؟ على فكره يعني انا ما زلت ان انا محمد لسه عادي، فاهمين ولا مش فاهمين؟ خلاص هيقعد يذلنا بقى ان هو دكتور. على فكره عادي يعني ما هو ما زلكش، انتوا كلكم عليا. انت غبي. طب بس بقى يا بابا احنا هنعمل الحفله امتى؟ لما باباك يجي. معلش هو راح فين؟ هو راح فين صحيح؟ وانا مش عارف. انا بسالك هو راح فين يا ماما؟ انا اللي سالت الاول. طيب طيب زمانه جاي خلاص، انا هتصل بيه، اتصل بيه تاني المره المليون. قال شويه وجاي، الشويه دول هيقعدوا 3 سنين. انا ما اعرفش اصلا راح فين. قال رايح يجيب حاجه علشان الحفله. هي على طول وبعدين احنا ما لحقناش نقعد، ده لسه ماشي اصلا. مستعجلين قوي كده ليه؟ شفتي؟ لا هما مستعجلين شويه على الحفله يعني، بس مش معناها ان احنا نتخانق. اوف انتوا كلكوا عليا، هو مش كلنا علينا. خلاص بقى. طيب وبعدين هبا لما انتوا تبقوا تنجحوا تعملوا زيه كده نبقى يعمل لكم حفلات تشوفوا يعني ان شاء الله. اهلا، هتيجوا الحفله النهارده؟ حفله؟ حفله ايه؟ اكيد هنيجي يعني، بس حفله ايه؟ ايه ده ما كلمتكش انت على فكره، كنت بكلمهم. احسن احسن كملي. حفله ايه؟ معلش حفلة تخرج كده، هو حفلة معرفش. انا ماشية ادعو الناس الى الحفلة وانا اصلا مش صاحبة الحفلة. شطورة. حفلة ايه؟ طيب مش عارفة، هي حفلة اسألي صحاب الحفلة، مش عارفة هما فين. بصي قولي لي فين الناس، الناس باب المكان ده فين عشان اروح اول ما الناس تدخل اقول لهم تعالوا الحفلة. معرفش المكان، الباب تحت. طيب ثانك يو. معلش انا بنتي اصلها متحمسة قوي على الحفلة من ساعة ما عرفت انها تحصل حفلة هنا. عادي يما، بس عادي عادي ولا يهمك. نعم ما تكلميش راجل وانا واقف. نعم خلاص انا غلطان، هو بابا قال لي كده. اتفضل. مش عن اذنكم. ايه اللي هي بتتكلم عليها؟ اكيد حفله حد طلع نتيجته ولا حاجه يمكن. تعالي بقى نقعد جوه، تعالي تعالي نقعد هنا اهو. معقوله؟ يو ايه ولا حاجه. اسكتي. اسكتي. ماما اسكتي. ايه مالكوا في ايه؟ مفيش حاجه مفيش حاجه، قولي هجيب لك شوكولاته. طيب تمام. طيب. ماما اصل البنت اللي هناك يعني ديت مع محمد في كل حته وبيقابلها في كل حته. طب تمام ملناش دعوه بيها. ايوه ملناش دعوه بيها طبعا طبعا. على حاجة ان انا فاهمه وانت فاهمه طبعا. ما ايه الجديد يعني؟ لازم نبقى فاهمينه عشان اول ما نعمل يعمل حاجه غلط نبقى احنا الاثنين فاهمينه ان هو بيعمل حاجه غلط اكيد يعني. مالها سرحانه كده ليدي؟ مفيش حاجه مفيش حاجه. يلا نمشي بقى. نمشي؟ ايوه يلا نمشي، مش محتاجه احتفل. احتفلت خلاص، انا مبسوطه، انا من جوايا خلاص مبسوطه. مش مشكله بقى، مش مهم. مالها دي؟ ماليش. ايه ده جننتي ولا ايه؟ وبعدين فين في احلامك ان احنا نمشي؟ بيقولوا لك في حفله يا حبيبتي. مستحيل يمشي، انت مستفز قوي. مش عارفه انت عايزه تمشي ليه اصلا، ده احنا هنعملك انت الحفله. غريبه يعني؟ ولا غريبه ولا حاجه بقى. ممكن نمشي؟ لا هنخلينا قاعدين. ايه يعني؟ وبعدين ده هيبقى في حفله وحاجات جميله دلوقتي. استغفر الله. طيب طيب خلاص اكيد هعتبر الحفله ليا، هعتبر الحفله ليا. كان بابا ما دخلنيش متاخر سنه، ما كانش زماني معاها في كل سنه. صح، يعني انا اكبر منها سنه ومعاها طول كل سنه بسبب ان بابا دخلني اكبر من يعني. خلاص بقى بطلوا. حاضر. في الليل. خلاص يا جماعه الله يبارك فيكم كلكم، متشكر جدا ليكم ان انتوا كلكم جيتوا الحفله. الله يبارك فيك يا ابني. اصلا بقول لك ايه، بطل هبل عشان انا ما فيش غيري، انا صاحبك الوحيد اللي جيت وماما جت. بقيت صحابي بيحتفلوا اعمل لهم ايه يعني؟ عارف انت غبي قوي عشان كان زمانك احتفلت في نفس المكان هما بيحتفلوا فيه، كلهم بيحتفلوا في مكان واحد وانت الوحيد اللي خارج الدفعه كلها بتحتفل في مكان تاني. لا ما انا حبيت احتفل في مكان مختلف، وبعدين المكان المختلف جالي البت الشقره فيه. هو عارفين حكايه البت الشقره؟ اسكت بقى. طيب مبروك، الله يبارك فيك يا شوشي. مبروك يا محمد، الله يبارك فيك يا طن. طيب هي الحفله خلصت خلاص، هنمشي بقى ولا ايه؟ يلا يا ماما نمشي بقى خلاص. ولا اقول لك ماما ينفع بيت عند احمد؟ عند محمد؟
لا يا عمو يا زفت يلا بقى. وبعدين روح شوف اختك فين وانت مرميها كده ومش عارف هي اختك فين حتى. اوف يلا روح. حاضر. هانتر ضيع وانا ادور عليها، نور هانتر ضيع وانا ادور عليها، نور هانتر روح وانا ادور عليها، نور هان نور هان نور هان. اهي بتعملي ايه؟ بلعب في ايه؟ ومو عارفه ان انت تلعبي هنا. بس لا. يلا نور هان يلا يلا. ايه انت عايزني كل حاجه مش وراك وخلاص؟ انت اللي عايزه تمشي بعيد عننا. تعالي ماما عايزاكي. ما عايزاني ليه؟ هنروح احنا لحقنا. الا لحقنا احنا من الصبح هنا. طب استنى هزحلق. ما حتى ما خلتنيش اوافق انها تزحلق. وانت توافق ليه اصلا؟ قلت الادب. يلا بقى حفله خلصت وما شفتش ولا بنت. احسن يلا نمشي بقى. ما قعدني كل دوت عشان عمر. انت قعدت عشان كده؟ لا قعد عشان نحتفل. يلا نمشي. الادب وضحك عليا. تستاهلي انا قلت لك نمشي بس. يلا. طب ثانيه واحده. السلام عليكم. وعليكم السلام. في حاجه؟ في حد غريب هنا؟ لا مفيش. وحتى العيله الوحيده اللي موجوده صغيره ما ينفعش. يلا يا زفت. شور والله فرحتني جدا ان عمر هيسافر كمان اسبوع. يلا ضحك بقى. النهارده يوم مهم جدا مش عارفه اذاكر. انت دحيحه طول عمرك كده. ايوه مالكيش دعوه. مش فاهمه انا ايه ده. ما كانتش كليه طب يعني؟ انتم مقفرين الموضوع. في شويه ناس كده مقفره الموضوع. ايوه عندك حق يعني. ما هي كليه طب. بس انا مستغربه ان انت دخلتي كليه الطب ديت. يعني انت قلتي هتدخلي كليه طب. يعني انا عارفه ان انت عندك انا مش عايزه افكرك بقى. لا تكوني نسيتي. لا عندي فوبيا من الدم. بس خلاص يعني انا شايفه ان اول الكليه كده ان احنا ولا مره نروح مكان فيه دم. هو انت كنت موجوده في محاضره امبارح؟ مش فاكره ليه. اصل هتعرفي النهارده يا حبيبتي يا ايمي. المهم عجبتك الكليه مش كده؟ اكيد يعني جميله. وكمان بابا نفسه يدخلها من زمان فخلاص ما دخلتها عشان خاطر بابا كمان. طب يا حبيبتي النهارده هتغير رايك مليون في الميه. ايه اللي حصل يا سالي؟ ولا حاجه. يلا بقى عشان ما نتاخرش. السلام عليكم يا اولاد. زي ما اتفقنا طبعا ان النهارده يوم مهم جدا جدا في المحاضرات. لان النهارده مش هتكون اي محاضره كده وخلاص. احنا النهارده هنروح لمستشفى ونبدا عليها الاختبارات الحقيقيه وكده. فعشان تبقوا جاهزين يلا هنروح بعد ساعه تقريبا من دلوقتي. انا دلوقتي النهارده جبت بدري شويه عشان اسيبكم براحتكم خالص لغايه الميعاد وتبقوا عارفين يعني وكده يعني. ماشي مفيش مشكله. جاهزين كده كده. طيب تمام خليكم جاهزين. انا يعجبني جدا جدا شطارتكم في وجهزتكم وجهزكم على طول ده. الدكتور مش عارف يتكلم النهارده عنده برد. سلامته. عن اذنكم بقى. ليه؟ ايه قولي لي ان انا بحلم. ليه الدكتور قال ايه؟ هو ده اللي انا كنت بقولك عليه. هو قال ان احنا هنروح مستشفى. مستشفى حقيقيه؟ سالي قولي لي. لا سالي انا صاحبتك. هو للاسف هنروح. ما هنشوف دم. ايوه انت هتفضلي تصوتي من دلوقتي. ايه اول ما دخلت اوضه العمليات اغمى عليها. اول ما دخلت الاوضه اغمى عليها. احنا قلنا لها ما تدخلش. ما هي الدراسه يعني هتفضل كده كل ما هتروح هناك تغمى عليها. انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. والله انا مش عارفه. حاولنا نفوقها كل شويه بس مش راضيه تفوق. كل ما تفوق تفتكر يغمى عليها. ما انا عارفه عارفه يا ايمي. انا قلت لها ما تدخلش كليه الطب بس هي عشان ابوها عايزه تدخل كليه الطب دخلت كليه الطب. كان ممكن تدخل كليه الصيدله. هي متخلفه يا ايمي. يا لهوي دي جالها صرع. خلاص يا ايمي انت كويسه؟ ايوه الحمد لله كويسه. الحمد لله. اقدر اروح بقى عشان معلش الوقت اتاخر. ايوه يا سيري روحي. انت قعدتي معايا كتير اصلا. ما كنت عايزه اطمن لغايه بالليل ان انت كويسه. ما انا كويسه من بدري. فضلت عايزه اقعد معاكي برضو. ماشي شكرا قوي. متشكرين يا سيري. عايزه ابصلك ولا حاجه؟ اخلي عمر يوصلك؟ لا عمر لا شكرا انا بعرف اتصرف. مع السلامه يا طنط. مع السلامه يا ايمي. مع السلامه. طب هكلم مامتك ولا حاجه؟ لا لا انا هعرف اروح. مع السلامه. سلام. عايزه اغير الكليه. مش هقدر اكمل في الكليه دي. طيب خلاص عايزه تعملي ايه؟ عايزه اروح كليه صيدله مثلا على الاقل. ما انا قلت لك كده من الاول.
ما انا كنت عايزه اسمع كلام بابا. على العموم باباكي قال ان احنا ممكن نروح له مع، يعني بما ان عمر رايح له كمان اسبوع فاحنا ممكن نروح مع عمر يومين ثلاثه كده ونتفسح يعني في امريكا وكده، وبعدها نرجع على مصر عادي، وهو وابو وهو يعني محمد وعمر يفضلوا في امريكا، وبعد كده عشان محمد يظبط حاجات عمر ودراسته وكده وبعد كده يرجع. ايه رايك؟ ماشي تمام ماشي. وبعدين لما هو يجي بقى يتصرفي في حكايه الكليه ديت، انا كده كده مش عارفه اتصرف فيها. طيب يا ماما، ما انت حد قالك تدخلي الكليه ديت؟ هو يبقى يغيرها بقى عشان تشوفي الموضوع ده معايا عشان انت اتفقتي معايا مش معايا. حاضر يا ماما خلاص، يلا بقى تعالي ندخل ننام عشان انت بقالك كتير صاحيه. اخواتي كلهم ناموا، انا عارفه. ربنا يستر وامي ما يكونش حصل لها حاجه، لان احنا من ساعه ما قبل ما نروح المستشفى وهي كان شكلها تعبان، ممكن يكون حصل لها حاجه. واول ما دخلنا المستشفى رغم عليها كده. طب ما هي الدم، هي بتخاف قوي من الدم والمناظر دي، ايه اللي خلاها تدخل كليه الطب؟ دي متخلفه دي ولا ايه؟ طب وانا اعرف ازاي بقى؟ انا ولا اعرف عنها حاجه ولا اعرف طريقها ولا حاجه، بس انا اصلا انا مالي بيها ما اعرفش، بس برضو عايز اعرف مالها. معقوله معقوله تكون غيرت في 60 ده هي وماتت؟ ما ماتتش يعني، مش هتموت دي دلوقتي. وبعدين بقى انا مالي انا بيها؟ ما اعرفش، بفكر في الموضوع ليه؟ انا مال امي اصلا؟ بس برضو عايز اعرف، عندي فضول اعرف ايه اللي حصل لها. يمكن مثلا 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 جالها صدمه عقليه. ايوه صدمه عقليه. وممكن مثلا صدمه عصبيه مثلا. ايه اللي انا بقول؟ انا بقى هنام بقى عشان انا مش عارفه انام، بس انا عماله افكر والتفكير كتير جدا. مش عارفه انام مش عارفه انام مش عارفه انام، عايزه انام ومش عارفه انام، عايزه انام ومش عارفه انام، عايزه انام ومش عارفه انام. يوه خلاص هنام بقى، كفايه كده. مش عارف. يا رب يا رب، انا قلقانه قوي. يا رب محمد يبقى عارف اللي حصل ده. محمد عايزه ايه؟ ادخلي الحقني ارجوك. ايه اللي حصل؟ بسرعه 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 بسرعه، تعالي اوضتي. ايه من ايه؟ لا ايه، في حاجه بتتحرك ورا السرير. انا خايفه قوي. ورا السرير؟ ايوه. طب ما ندهتيش ماما ليه؟ انا مالي ماما نايمه، مش خايفه صحيه لا تضربني. اوف مفيش حاجه، دي الستاره. طب شيل الستاره من هنا. نعم ماما ماليش دعوه، بس خلاص مش هتتحرك ورا السرير والله ان شاء الله. او ماي جاد، انت اخ جميل. مش بنقول لك دكتور؟ طيب عن اذنك بقى انزل انام، وما صدقت النوم يجي لي تقومي تصحيني. مالك بتفكر في ايه؟ ولا حاجه. مالك ولا حاجه؟ مالك ولا حاجه؟ طب خلاص انزل نام. بعد اسبوع اخيرا وصلنا امريكا. المفروض بقى بابا يجي يقابلنا هنا صح؟ يا لهوي اكيد لا اكيد لا اكيد، مش اللي في دماغي ده.